خلصنا، نحن منسكر، روحوا. يلا أمي. يلا يلا كامو، نحن بدنا ناكل بالمطعم. يلا خلونا نروح. اي بس فيناتي، رح نضل هون ونساعدكم، شو رأيك؟ لا أمار، بحسب قواعد المنافسة المشاركين لازم يشتغلوا كل الشغل هني. إذا حدا شافك عم تساعدهم بيطردونا من المنافسة، وقتها منصير برا وكل تعبنا هاد بيروح هيك على الفاضي وما منستفاد. ما بصير هالشي. ما لازم يصير هيك، هيك مشكلة. مستحيل. ليك بوشان، خلي الشوفير يجيب السيارة لهون لأنه كتير شوب برا. ماشي، رح أبعته. سلام. باي. انتبهي على حالك. باي. موفقين يا قلبي. مالي قدران نام ابدا. ليش؟ عم شوف كوابيس بتخوف. شفت انه سانجانا تزوجت وانا واقف من بعيد وشايفها هي وعم تروح. لك كل شيء ممكن يصير باحلامك، انسى الموضوع وروح. ما فيني. اذا صار وتحقق هالحلم صدقني رح انتحر. لك شو بك انت جنيت؟ كيف رح تنتحر بقى؟ باي طريقه؟ انا مشان هيك عم اطلب منك تخلي عائلتي تساعدك، هيك ما بتقلق ولا بتخاف وبتكون بامان. أخي بيقدر إنه يساعدني. رجعنا لنفس السيرة يا جاي؟ لك أنت ما فيك تشوفني مبسوط ولا لحظة يعني؟ اسمعني لمرة واحدة. ليك إذا ما فيك تعمل المهمة فأنا بعمل مفهوم. مين قال إنك لحالك؟ أنا معك دائما. لا تحكي هيك مرة تانية رجاء. أنت مانك لحالك. ماشي، بحكي معك بعدين. مين هاد؟ عمي هذا انت؟ شش، وطي صوتك. عمي انت بالمطبخ وبنص الليل، شو عم تعمل هون؟ عم اكل. ها؟ انا عم اكل. شو؟ أنا بصراحة طلبت شوية كيك من مخبز المدينة، كنت عم خبيهم. خبيهم؟ ليش مخبيهم؟ كيف بدي خبرك؟ اسمع، هي إلايشي عملت كيك لقلنا كلياتنا، بس تخيل شو رح يصير فينا إذا اضطرينا ناكل من هذا الكيك اللي عملته. لهيك أنا فكرت بقصة. فهمت؟ الكل رح يكون مبسوط، نحن وهي. بس يا عمي هذا اسمه غش. شوية غش لنخلي يلي منحبهم مبسوطين. معلش مسموح، ما في أي مشكلة. إذا تخبيت السر بتخلي الكل مبسوط فهالشي مو غلط.